ازيكم؟ حلقه جديده من حلقات شارع النهار. شارع النهار النهارده هيبقى فيه فقرات حلوه جدا جدا زي ما احنا عودناكم. اول فقره هي فقره المطبخ. المطبخ النهارده هيبقى هيلثي جدا او هيبقى صحي قوي. معانا الشيف حنان عامر. حنان عامر هتعمل لنا حاجه كده سلطه حلوه جدا وسهله جدا وبسيطه جدا، وهتعمل لنا طبعا مين ديش معمول من الفراخ بالروزماري. دي اول فقره. اكلنا، هنحرق بقى، هنحرق الفقرة دي أو مش هنحرق الفقرة، هنحرق الأكلة مع كابتن شيماء سامي. كابتن شيماء سامي هتعمل لنا حاجة جديدة. في ناس كتيرة جدا بتبقى عايزة تتمرن، مكسلة تنزل تروح الجيم، أو حتى مكسلة تنزل تروح النادي. هنعمل تمارين في البيت، حلوة قوي. طيب أنا أعرف منين إن التمارين اللي أنا هعملها في البيت دي صح ولا غلط؟ الجديد بقى إن كابتن شيماء النهاردة هتقول لنا إيه أكتر الغلطات اللي بنعملها لوحدنا في البيت وإيه الصح بتاعها. بعد كده عندنا فقرتين مميزين جدا جدا جدا. بعدهم معانا صائدة البطولات السباحة، أستاذة أو مدام نجوى غراب. مدام نجوى غراب جاية هي وحفيدها، وهتحكي لنا على القصة، وهتحكي لنا على حالتها أول ما أخذت الجوائز، وقد إيه هي متشرفة جدا وبتوجه رسالة للأطفال وللسيدات وحتى للرجالة. الفقرة الأخيرة اللي هتبقى معانا فقرة الطبلة. عادي جدا إن ناس كتيرة جدا بتحب تسمع الطبلة، لقد إيه هي آلة مبهجة والناس بتحب تسمعها جدا وبترقص كده من لا شيء. بس الجديد في الموضوع إن إحنا هيبقى معانا خلود وحياة. حياة بنت عندها 8 سنين، هي بنت خلود، هما الاتنين بيعملوا مع بعض كولابوريشن كده أو زي فرقة رهيبة علشان يطلعوا لنا مزيكا من الطبلة شكلها حلو جدا وصوتها حلو قوي. أكيد أنتوا هتستمتعوا معانا النهاردة في شارع النهار، استنونا. ورجعنا لكم من الفاصل، ودلوقتي مشرفني ومنورني في المطبخ الشيف حنان عامر. ازيك؟ ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. قولي لنا عامله لنا ايه النهارده؟ عامله فراخ بالروز ماري. أوكي. وبطاطس وعامله سلطه بدريسنج خفيف لايت. احنا النهارده اليوم بتاعنا يا جماعه احنا هنبتدي نتكلم اكل هيلثي والسعرات الحراريه بتاعتنا اقل بكتير. ابداي بقى قولي المكونات بتاعتك وهتظهر للناس على الشاشه. اوكي. هنجيب الاول فراخ متقطعه 4/4 ومغسوله ومتنشفه خالص. حلو قوي. اوكي. بطاطس مغسوله بقشرتها صغيره. بابريكا جوزة الطيب. جوزة الطيب، لان هي كل ما تطلع هتقولي جوزة الطيب، فقلت لها لا الطيب. توم متفصص سليم، وروزماري، وطبعا ملح وفلفل. الروزماري موجود عند العطار او بيجيبوه مجفف او فريش؟ ده انا جايباه فريش، هو الفريش ليه طعم احلى في الاكل. حلو قوي. اوكي. هنحضر طاسه. عايزه تقولي حاجه السلطه دلوقتي زي ما انت عايزه. اوكي. نقول انت هتعملي سلطه ايه؟ هعمل سلطه خضار بالجبنه الشيدر اللايت. حاجه سهله جدا جدا. طيب المكونات خاص او كابوتشي. انا ما لقيت كابوتشي. كابوتشي صح؟ كابوتشي بس ايه؟ لا انا قلت كابوتشي. لا كابوتشي خلاص عادي جدا، ماشي اللي يغلط ماشي معلش. كابوتشي او خاص او اي حاجه اللي عندكم يعني. خيار، فلفل الوان، فلفل الوان، زبادي، طماطم، جبنه شيدر لايت، ومستردة، مستردة، وزعتر. لو في ما فيش فريش يبقى عادي مجفف. طب الزبادي لايت ولا عادي؟ لايت. لايت، ما هي دي وصفه لايت، كله لايت. كله لايت، حلو قوي. ابداي. هنحط نبدا بالفراخ. يلا ابداي. يبقى النهارده يا جماعه حنان عملت لنا او هتعمل لنا طبق فراخ بالروزماري والبطاطس والسلطه بتاعتنا هتبقى سلطه خضار عاديه جدا، بس هي حاطه فيها الدريسنج هو المختلف شويه. الدريسنج هيبقى مختلف وهيبقى دايت، وكمان حاطه فيها الجبنه الشادر اللايت علشان يديها طعم. انت دلوقتي بتعملي ايه يا حنان؟ انا بتبل الفراخ ملح فلفل. حلو. جوزة الطيب، بابريكا، والفراخ اهم حاجه تكون متنشفه عشان انا محتاجه بس تاخد لون حلو، ما تبقاش زي المسلوقه يعني. اوكي. اوكي. انت بتحطي زيت ولا حاجه؟ انا حطيت الطاسه على النار. اوكي. هحط رشه بابريكا. انت حطيتي كتير من البابريكا. ما هي البابريكا حلو حلو يعني هتدي لون. قصدي حلو اهي. اوكي. هنقلب المفروض كل ده مع بعض. انا ما بتبلش الفراخ قبلها. ايه اكتر سؤال بيجيلك على انستجرام الناس بتبقى عايزه منك ايه؟ اكلي هيلثي.
اكل هيلثي اكتر، حتى الناس كلها حتى لو ما بتعملوش بس الناس كلها بتطلب اكل هيلثي على انستغرام. لان انا بحب اولا الاكل الهيلثي، حتى لو سي مثلا مكرونه بشاميل احب اعملها بطريقه هيلثي، ما بحرمش نفسي من حاجه، بس احنا في ايدينا نقلل يعني الزبده والسمنه والحاجات دي وبرده هتطلع حلوه. وهو ده بجد اللي بيميز حنان، كملي انت خالص، وهو ده اللي بيميز حنان عامر، ان هي بتعمل كل الاكلات اللي احنا بنبقى عايزين ناكلها، حتى لو كشري حتى لو حاجه، بس باقل نسبه ممكن تتخن او كده. لو احنا مثلا بنستخدم زيت كتير قوي هي ممكن تستخدم حاجه قليله وما بيأثرش على الطعم. اقول لك على حاجه عشان اقول لماما على الهوا، هي بتحط من ورايا الزبده او سمنه عشان انا بقلل بعملها بتقللي، فتسيبني اطلع من المطبخ تروح مزوده معلقتين. لا بس والله اللي انت بتعمليه صح جدا. هنحط الفراخ، اهم حاجه الطاسه تكون سخنه عشان تاخد لون حلو. ها احنا جبتي صدور الفراخ او جبتي الفراخ عموما اربع ارباع، الفرخه المقطعه ايا كان اللي بيحبها، حطيتي عليها الملح والفلفل والبابريكا. بالظبط. اوكي. ومعلقه زيت بسيطه قوي لان أوكي. هي الجلد بتاع الفراخ فيه دهون فهو هتنزل الدهون بتاعتهم ويقوم عامل. وبعد كده انت الناحيه الثانيه جبتي بطاطس بالقشره بتاعتها مسلوقه. لان الفايده في القشره على فكره، بس نغسلها كويس قوي. طيب انا عايز اقول معلومه للناس، بما ان كده ولا كده حنان بتتكلم، انتوا عارفين ان البطاطس من اكتر الحاجات اللي كويسه جدا جدا للانتفاخات اللي تحت العين، لان فيها بروبرتيز او فيها خواص، اول ما نقطعها رفيع جدا جدا وتحط تحت العين بتروق موضوع الانتفاخات. معلومه كده باي ذا واي قلنا. انا جربتها. ايه رايك فعلا؟ طيب ايه رايك في ميه الرز؟ ميه الرز ما ترميش ميه الرز وتاخديها على شعرك او وشك، صح؟ صح جدا، انك انت بتاخدي ميه الرز. احنا في حلقه ان شاء الله هنعملها على التونر او على مقوي بتاع الوش، بس انا بقول لك من احلى الحاجات اللي بنستخدمها على الوش ميه الورد. ممتازه ميه الورد، ممتازه للوش وتحت. انا بعمل كده كتونر. احنا معانا فقره هنعمل لكم فيها اكتر الاخطاء الشائعه اللي الناس بتعملها في الوش وفي الشعر وفي الجسم. الفراخ اخذت لون حلو جدا على فكره. البابريكا بقى هي اللي بتديني اللون الحلو ده. حلو قوي. اوكي كملي. هاخد فصوص الثوم سليمه زي ما هي والبطاطس والروزماري. الروزماري بتحطيه على الفراخ نفسها. بص بقى المميز هنا، انا مش عايزه الفراخ البطاطس تبقى مستويه تحت الفراخ، يعني زي صينيه البطاطس بالفراخ، لا انا عايزاها جنبها. لما بنحطها جنبها بتفرق عن تحتها في ايه؟ بتبقى زي البطاطس الويدجز جنبها كده. بتتحمر أوكي. اكتر غير أوكي. لما تشرب ميه الفراخ بتطرى. طب انت عايزاني اساعدك في حاجه ولا تمام؟ انا هشيل الفراخ هنا وابدا بقى احط البطاطس والثوم يتشوحوا. لا وسهله قوي، ما فيهاش اي حاجه على فكره. الاكل الحلو ببساطته يعني، مش بكميه التوابل او لا. ده انت في ناس كتيره بتبتدي تحط بقى حاجات قد كده. انت دلوقتي بتحطي الثوم بالظبط سليم زي ما هو في صوص، والبطاطس نصين عشان هي الفراخ هتستوي مع البطاطس ما تبقاش مهريه وما اقطعش البطاطس صغير. اوكي بس كده. وروزماري. الروزماري طبعا هيدي ريحه وطعم حلو جدا. طبعا لو هنستخدم المجفف هنحط حاجه بسيطه لانه بيبقى اقوى شويه من الفراخ. اوكي. هي بس مجرد ما الفراخ البطاطس تاخد لون هبدا اضيفها جنب الفراخ. طيب هرجع اعيد تاني مع الناس الوصفه بتاعت الفراخ بالروزماري. هي جابت قسمت الفراخ اربع ارباع وحطت عليها ونشفتها كويس جدا جدا جدا، حطت عليها الملح والفلفل والبابريكا وجوزة الطيب وحطت نقطة زيت وقلبت الفراخ كويس قوي. بص انا حطيت انا حطيت حتى الخضار مكان الزيوت اللي انا حطيتها في الاول، ما زودتيش اي حاجه. وبعد كده شويه قامت هي جايبه البطاطس المسلوقه بقشرها لان الفيتامينات كلها موجوده في القشر، وقسمتها نصين وابتدت تحط ثوم زي ما انتم شايفين كده، ثوم مع الروزماري. الروزماري لو جابته مجفف تحطه شويه قليلين، لو فريش تحطه كتير، وتقلبه كويس جدا. وحطت البابريكا، مش عايزه تسويها جامد قوي علشان خاطر تحطها حواليها بس كده. في اسهل من كده، هدخلها بقى الفرن. اوكي. ويقعد قد ايه بقى يا حنان في الفرن؟ نص ساعه. لو الفرخه صغيره على حسب بقى، يعني احنا نحط السكينه كده في الفرخه او البطاطس استوت خلاص تمام. حلوه قوي. هاتي هنغطي بس اهم حاجه وشها بالورقه الفويل. اوكي. عشان تستوي. انا مش ضايفه لها ميه ولا اي حاجه، هي هتنزل العصاره بتاعتها اللي هي الدهون بتاعتها، فبالتالي هتبقى تمام كده.
واخر خمس دقايق هشيل الغطا من عليها تحت الشوايه بس تحمر لون، علشان تحمر وتدي لون حلو. اتفضل. يا سلام، اشكرك. نبدا بقى في السلطه. السلطه طبعا اكيد دي هيلثي جدا. هيلثي جدا وسهله جدا. هنحطها، انت قلتي قد ايه؟ ربع ساعه؟ نص ساعه. نص ساعه لو الفرخه صغيره. تمام. نبدا بقى نعمل الصوص. هتقفلي بقى البوتاجاز؟ اه. اوكي. هنجيب اول حاجه، احنا دلوقتي بنعمل سلطه. السلطه اللي احنا بنعملها طبعا كل السلطات هيلثي، بس دي هتبقى هيلثي جدا لان هي كلها عباره عن كابوتشي وخيار وفلفل الوان، زبادي لايت، جبنه شادر لايت، ومستارده. طبعا المستارده من ضمن الحاجات الصحيه جدا اكتر من المايونيز والكلام ده كله. وده ده ايه اللي في ايديك؟ زعتر. زعتر، زعتر مجفف. انا صح ولا غلط؟ مظبوط. تمام. هنبدأ نقطع الحاجة كلها شرايح زي ما احنا عايزين، اللي حابب يقطعها ازاي. انا قلت يعني المعلومة دي قلتها يعني قبل كده وقريتها، انت عارفة ايه اكتر اكلة صنفت ان هي بتتسرق في العالم؟ بتتسرق. إيه؟ الجبنة. بجد؟ اه والله، 4% من مخزون الجبنة. انا قريتها معلومة قبل كده بس يعني مش متأكد 100%، بس قريتها كذا مرة، بتتسرق لان يقول لك ان الجبنة من اكتر الحاجات اللي الناس بتحبها جدا. فعملوا زي سيرفي او عملوا زي حاجة على 250 الف زي سوبر ماركت او كده في 43 دولة، لقوا ان الجبن من الحاجات اللي بتتسرق وبتتباع تاني بسعر اعلى. انا قلت المعلومة دي قبل كده على فكرة، بس قلت اقولها تاني بما انك استخدمت الجبنة. مش هفضل ازهق كل شويه افضل اقول لكم على المعلومه دي. انا واحده من الناس لسه سامعاها دلوقتي فحلو. لا قول تاني. هنقطع كل حاجه كده كده. اه، صوابع جوليان اللي انتوا تحبوا تسموه. ها. وعلى فكره في الناس اللي ما بتحبش تاكل سلطه او عامله ريجيم، انت لو جددتي في الصوص الدريسنج بتاع السلطه. طب ايه الدريسنج اللي انت عاملاه؟ الزبادي مع المستارده؟ يعني انا مستبدله بدل مايونيز زبادي. حلو. ده اخف بكتير لان المايونيز يودي في داهيه. طبعا. واللايت. اه معلش هرجع تاني. عارفين ان المايونيز من اكتر الحاجات اللي بيستخدموها بره كبلسم للشعر، لان هو عباره عن بيض وخل، من اكتر الحاجات اللي بيستخدموها كبلسم للشعر. الزبادي لو احنا جبنا الزبادي نقطه واحده منه حطيناها على البشره بيبقى مرطب بشكل غير طبيعي، وفي نفس الوقت الزبادي فيها ماده اسمها الفا هيدروكسي اسيد اللي هي بتعمل على تقشير البشره، فبالتالي بتدي نضاره غير طبيعيه. الناس اصحاب البشره الجافه جدا جدا ممكن ياخدوا نقطه من الزبادي ويبتدوا يحطوها على ايديهم، هتمتصها جدا وفي نفس الوقت هترطب الوش جدا. قلت بقى اعمل معاكي كولابوريشن كده، اخد حاجه منك. انا وكدا. على فكره انا ليلي بنتي 6 سنين وبتحط الزبادي، انا سمعتها معلومه منك، وانا بشرتي حساسه مش اي حاجه بحطها عليها. جربت الزبادي فعلا مرطب تحفه وجميل. ولسه هنعمل لكم وصفات تانية وليلي كمان هنجيب ليلي، بنفكر نجيب ليلي تعمل معانا حاجه. قدامنا دقيقتين فعايزك تقولي لي هنعمل ايه. هو خلاص كده ممكن الطبق. ايوه طبعا. هنرص بقى، نحط الاول الخس. بس انت قطعتي كل حاجه. طبعا الخس احسن حاجه نقطعه بايدينا علشان السكينه مش صح في الورقيات عامه، يعني عشان الفايده اللي فيها ما تروحش. انا ما اعرفش المعلومه دي. لا دايما بيقطعوا الخس كده بايديهم. انا حتى بشوف في الفيديوز اللي هي الفيديوز القصيره بتبقى موجوده على السوشيال ميديا ان هم فعلا بلاقيهم بيعملوا كده بايديهم. ف اوكي ميك سنس. وبعد كده هتحطي طماطم عشوائي كل حاجه. وكده ولا كده الفراخ لسه في الفرن. في الفرن عادي. انا كده كده محضره لك واحده جاهزه عشان تاخد وقت. اوكي هنحط الخيار. بيطير. لا حلو حلو اصلا شكل الطبق. بسيط وحلو جدا جدا ان احنا نعمل حاجه. وده طبعا سناكس بقى، ده يعتبر سناك بالهبل ناخده بقى بين الوجبات والكلام ده. ممكن نزود فوقيه صدر فرخه مشوي يبقى ده غدانا. خلاص حلو قوي. وممكن ناخد من الفرخه اللي انت عملتيها معاها وتبقى طبعاً. وجبه خلاص تبقى وجبه جامده جدا. اوكي الصوص بقى بتاعها او الدريسنج بتاعها. الاول هنحط الجبنه. انا بحب جدا الجبنه، وعلى فكره بحس ان هي يعني ما اعرفش، انا عارف ان انا بقوله اي كلام، بس بحس اما بتبقى كده مش فارقه يعني على حته جبنه صغيره اخدها سبيشلي لو لايت. والشيدر الحمراء طعمها حلو قوي في السلطه، انا بحبها يعني بحب طعمها. انا عايز اقول لكم ان احنا عاده بتبقى فقره كل
والفقره اللي بعدها احرق. بيتهيألي يعني هيبقى معانا شيماء الفقره اللي بعدها هتبقى سهله عليها ان احنا نحرق الاكل ده، غير كل الفقرات اللي احنا بنقدمها بنعمل اكل اكل اكل، فبيبقى صعب جدا على الكابتن اللي بيجي بعد كده يعمل لنا تمارين. فانت يعني مريحانا، هنحرق بسيط، هنحرق بسيط النهارده. حطيت هنا زبادي، الكميه على حسب ذوقنا براحتنا. اوكي، هحط معلقتين مستردة. اوكي، وهتحطي زعتر. زعتر مجفف بالظبط. وهتقلبي ورشه ملح، ها، ورشه فلفل بسيطه قوي. اوكي، وخل. خل حلو قوي. وتقلبي معلقه مش كتير. اوكي، وهترجي ترجي جامد جدا. طب اقول لك بقى على معلومه تانية. انت عارفه ان الفلفل الاسود كان يعني ايام بقى زمان جدا جدا كان بيعتبر من الحاجات الغاليه جدا 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 اللي الناس بتقعد كتير عشان تشتريها وبيدفعوا فيها فلوس قوي. ليه؟ علشان خاطر هو كان من ضمن السبايسز اللي مش الغاليه، بيعتبر من السبايسز الغاليه. تعرف انا اصلا بحب التوابل اجيبها سليمه وانا اللي اطحنها في البيت. لا بس السيدات ما لهمش طقطات على ده دلوقتي، بس هي طبعا بتفرق. لا انا شخصيه بحب اتعب نفسي قوي بخصوص في المطبخ. تلاقيني بس بصي تحفه شكلها اصلا رائع. هنحط بقى سكي بقى. ميرسي. نصور بقى يا جماعه الكلام ده. لا ده هو انا اصلا جعان انت عارفه، واصلا الطبق والله الطبق شكله احلى من المندش او الطبق الرئيسي. ميرسي. خلاص هنا والشفا. بالهنا والشفا. اتفضل. ده بعد نص ساعه من انت حطيتيه في الفرن. بالظبط، عشان الفرخه صغيره وانا مشوحه اوريدي كل حاجه قبلها. احلى حاجه، يبقى انت كده عملتي طبق فراخ بالروزماري وحواليه البطاطس، وعملتي طبق سلطه. وفي صوص الثوم وهي سليمه بتدي طعم حلو قوي، بتتكرمل في الاخر، ما بتبقاش اللي هي الثوم اللي بيضايقنا اللي فيه. وفي نفس الوقت احنا ممكن ناخد حبه سلطه صغيره مع كده وتبقى هي دي الوجبه الرئيسيه، او السلطه زي ما احنا قلنا وتبقى سناكس. بالزبط. حنان عامر شرفتيني ونورتيني. انا معاك. وانا والله العظيم ودايما معانا في حلقات ثانيه ان شاء الله، وتعمل لنا بقى حاجات للاطفال كده. استنونا مع شيماء هتقول لنا ازاي نحرق الاكل ده، بالرغم ان الاكل ده صحي، بس هتعمل لنا تمارين نقول لنا ازاي بتعمل الحاجات الصح، لان في ناس كتيره جدا بتعمل بعض التمارين الغلط. استنونا. بعد ما خلصنا فقرة المطبخ اللي عملنا فيها أكل صحي، معانا دلوقتي كابتن شيماء سامي. ازيك عاملة ايه؟ عسام أخبارك ايه؟ رأيك في الأكل؟ تمام الحمد لله. تمام، بيتهيألي صحي جدا. اصل احنا عندنا على فكرة، احنا كان بيجي لنا ناس بقى بتعمل بقى تورته بقى متر ونص والحاجات دي. لا احنا الحاجات دي مالناش دعوة بيها. طبعا. بصي بقى يا كابتن شيماء، احنا النهارده عايزين نعلم الناس او نقول للناس، في ناس انترستد او بتحب الرياضة وفي ناس ما بتحبش الرياضة، فاللي ما بيحبوش الرياضة بيحاولوا يعملوا أقصى حاجة علشان يعملوها، بس بيعملوا حاجات غلط. فإحنا عايزين نقول للناس إيه أكتر الرياضات اللي هم بيعملوها في البيت بس بيعملوها غلط، وتقول لهم الصح. أنت بتمرني ناس كتيرة جدا. تمام. فوانت بتمرني ناس بيجيلك ناس مبتدئة، فالناس المبتدئة مثلا حد بيجي تقول له يلا بقى علشان نعمل حاجات للكتف، فتقوم عاملة مثلا كده فبتلعبش كتف. فأنت قولي لنا الحاجات الغلط والتصحيح بتاعها إيه. هو مبدئيا قبل اي تمرين، قبل ما نبدا في سيستم التمرين نفسه، لازم نعمل تسخين، الورم اب. ليه بقى؟ فناس كتير دي لازم، عشان ما ينفعش ان انا النهارده انزل مثلا من البيت اركب العربيه اقوم مدور وطالع. ما بالك جسم الانسان، ما ينفعش ان انا ادخل مره واحده على التمرين اشيل اوزان او اعمل تمرين سكواتس او وات ايفر، لازم الاول اعمل ورم اب عشان ااهل الجسم وانبهه واصحيه ان احنا هنعمل مجهود دلوقتي. فببدا اعمل ورم اب للمفاصل للعضلات نفسها. الورم اب بسيط، ممكن لو احنا بنتمرن في البيت لمده 5 دقائق مثلا، طبعا مع النفس مع الشهيق والزفير. الورم اب التمرينات الاساسيه العاديه مثلا كده. ممكن احرك نفسي في المكان، اعمل ني اب وانا واقف في مكاني، انزل داون اند اب. التسخين العادي، اعمل جامبنج جاكس وانا بنط في مكاني، انط او امشي سريع جوه المكان. ده قد ايه يا شيماء؟ لمده 5 دقائق. خمس دقائق في البيت لـ 8 دقائق بعد
بعمل تسخين، ان انا بس ببدا ااهل الجسم ان انا هبدا في التمرين نفسه حسب ان انا النهارده همرن ايه. الكلام ده سواء في الجيم او في النادي او في البيت، حسب همرن ايه لازم ان انا اعمل الورم اب. في البيت بعمل ورم اب بسيطه عشان هي بتبقى تمرينات بسيطه، فبنعمل ورم اب بسيط عشان هيتمرن تمرينات بسيطه في البيت. وانا واقف في مكاني بالظبط باخد بالظبط الحاجات بتاعتي البسيطه. في الجيم طبعا بيبقى على التريدميل على اجهزه الكارديو، وبعديها بننزل نعمل دايناميك ستريتشز. دي لازم برضو قبل اي تمرين، قبل شيل الاوزان عامه مش الورم. الستريتشز قبل التمرين مش في بعد. قبل التمرين بيبقى دايناميك ستريتش اللي هو الاسترتشات ما بتبقى ثابته، ببدا يعني يعني احرك شويه بعد خصوصا بعد ما بنزل من على التريدميل، غير الاستاتيك ستريتشز اللي هي بتبقى ثابته في مكاني اللي هي بعد ما بخلص التمرين. طيب. كده او كده دي حاجه اساسيه في ناس كتير جدا بيتغفلوا عنها وده مش صح. يبقى احنا كده شيماء بتقول لنا، شيماء سامي بتقول لنا علشان نبدا تمرين صح سواء كان في البيت سواء كان في الجيم سواء كان في النادي او في اي حته، ثلاث مراحل. اول مرحله ان احنا نسخن خمس دقائق، نسخن التسخين. اسهل حاجه ان انا اسخن في مكاني مثلا، صح ولا تمام غلط؟ امشي في المكان، اجري في مكاني لو انا ما عنديش مشكله في الركبه بالظبط، اعمل اي حاجه بعملها، اعمل كيرل وانا اسخن في مكاني جسمي. اسخن زي ما بنشوف كده لعيبه الكره او التيم قبل ما بينزل الملعب بنلاقيهم واخدين فتره او ورا قبل ما يبداوا التمرين اللي هو تمرين التسخين العادي، مع ان هو لاعب ونازل حتى كمان قبل الماتش على طول لازم بيبقى بيسخن. صح، يبقى كده اول حاجه. تاني حاجه بنعمل استرتشات. الاسترتشات البسيطه اللي هي اول دايناميك استرتش، ان انا بعمل شويه استرتشات متحركه بحيث ان انا برده ما يبقاش عندي مشكله في اثناء التمرين. بنظم نفسي، ناس كتير جدا بتتجاهل موضوع النفس في التمرين سواء حتى جوه الجيم او في البيت، ان انا احافظ على طول ان انا ما بقاش يعني باخد اللي هو النفس لا لازم اعمل ان والاكسهيل الشهيق والزفير زي ما بنقول باللغه العاديه، لازم يبقى النفس معايا، ان ده بيساعدني بيجدد الدوره الدمويه بيخليني اقدر اكمل وقت التمرين، ما انهك ما تعبش بسرعه في وسط التمرين. فاهم قصدك. والميه يبقى دي الاساسيات اللي هي لو هبدا اي ورك اوت. الاسترتشات، الميه، النفس، على النفس. بنيجي بعد كده بقى للتكنيك نفسه بتاع التمرين. يلا على حسب انا همرن ايه. يعني مثلا النهارده في ناس كتير بتجيلي او ناس كتير من اللي كنت بمرنهم بتبقى عندنا دايما في عند البنات او الستات بتبقى مشكله دايما في الدراعات او في اللور بارت. تمام، تمرينه الدراعات انا ممكن اتمرن تمرين الدراعات في البيت عادي جدا، هي البايسبس اللي احنا بنقول عليها في الجيم. انا النهارده مش في الجيم، مش على الجهاز، مش عندي دمبل واتيفر، فممكن امرن البايسبس وانا في البيت. لو انا ما عنديش دمبل ممكن ابدا ب 2 كيلو او كيلو وكيلو او ازازتين مي ببدا التمرين بتاع البايسبس. طيب خليني اسالك سؤال، انا اسف شيماء، الغلط ايه والصح تمام. ايه يعني الناس البنات، خلينا نتكلم على البنات او السيدات تمام. الكبار بيعملوا ايه غلط؟ احنا دايما بلاقي واقفه دايما واقفينها البنات او الناس عامه بتبقى واقفين عاملين كده. احنا المفروض طبيعي من قعده المكتب وقعده المذاكره والسواقه الغلط اوريدي احنا عندنا معظمنا عندنا راوند شولدر ودي حاجه شهيره قوي. ما انا برضو في نفس الوقت عايزه اتمرن واخس واصلح الكتف اللي باظ مني على مدار السنين من القعده. فاول حاجه بعملها احنا بيبقى عندنا حاجه اسمها اثليت بوز، ان انا برجع الكتف لورا الشولدر باك بالظبط. تمام، بفضل ثابت بخلي الابز ان او دايما بنقول انجيج الكور، عضلات الابس نفسها بتبقى داخله لجوه يا نصفه البطن. مش الشفت، الشفت بيجي من المعده شويه، لكن هي انا بعمل ستاتيك كونتراكشن في المنطقه بتاعه الحوض من تحت. أوكي. ماسك المنطقه دي كويس الشولدر باك لورا. لما باجي اتمرن ما بروحش وباجي مع التمرين، يعني دايما حتى تلاقي الناس في الجيم حتى الشباب رايح جاي مع التمرين. هو انا ثابت، هو انا النهارده بمرن ايه؟ انا بمرن الباي. يعني انت بتتكلمي كده الناس اللي في الجيم خد اوزان خفيفه واقف صح احسن ما تاخد تقيل وتروح. او لو حتى انا واخد اوزان تقيله مش ان انا بتمرن وخلاص يعني ماشي انا قدامي مرايه، مش ان انا بتمرن بعمل فيها الشو لنفسي قدام المرايه. انت لازم تحافظ على المفاصل دي عشان ممكن هي حركه واحده ممكن تبوظ الدنيا كلها. الاصابات كلها اللي بتيجي سواء في البيت او في الملاعب او من الجيم ممكن بتبقى بحركه ما تخطرش على بال حد. صح، في ثانيه، لان دي ربنا خلقنا عضلات. في واحد بيتعافى على نفسه او بيتعافى على نفسه كتير كتير. ما ينفعش ان انا حتى النهارده بدات اول ما ابدا باوزان تقيله، انا ماليش دعوه باللي بيتمرن قدامي. صح. ممكن يكون بادئ من شهر من ست شهور هو البروجرام بتاعه كده وما قلتش حد. صح،
ضمن الاخطاء يعني قبل ما نتكلم عن اخطاء التمارين، ما قلتش حد، ما قلتش الدايت بتاع حد، ان شيماء بتعمل دايت، ما ينفعش حسام يجي ايه ده انت خسيتي طب هاتي يا عم. صح، لان كل واحد انا جسمي والدوره الدمويه بتاعتي اكون بتمرن في الجيم او وات ايفر واقوم مقلد التمرين او اقلد فيديو انا مش عارفه، مش عارف مصدره منين، هو يعني ايه المصدر بتاعه صح ولا غلط. في فيديوهات كتير منتشره على اليوتيوب فيها تمارين هي اوريدي ملغيه، فالناس بتشغلها وبتعمل زيها. طب هنعرف السورس بتاعه ايه، مين اللي عامله، معمول حديث ولا لا، متحدث ولا لا، افهم الكلام ده كله، مش ان انا اقلد دايت، اقلد تمرين، انزل بروجرام من على النت، انزل بروجرام من متافر مكان الدهوني، ما ينفعش. صح. نرجع تاني للحركات الصح والغلط. تمام. احنا دلوقتي بتقولي ان احنا اول حاجه نفرد الضغط، نفرد الكتف بالظبط كده، برجع الكتف لورا. دي بالنسبه مثلا لتمرين البايسبس ببقى فارد ايدي، انا ما بفضلش رايح جاي واحدة بالتمرين. البايسبس اللي انت بتعمليها التمرينه دي بتفيد ايه للناس؟ بتفيد العضله. الناس دي بنحن لما بنشد بالظبط كده، في لما احنا بنمسك اوزان خفيفه بريبيتيشن كتير بتكرارات اللي هو تكرارات في تكرارات العد، ده للناس اللي لسه مبتدئه والناس اللي بتحرق. طب هسألك سؤال، انا اسف احنا قدامنا دقيقتين، عايزك تقول لنا الكام تمرين للابر بودي بحيث ان احنا نخلص الابر وان شاء الله في الحلقات الثانيه نبقى ناخد اللور. تمام. تمرينات للابر بودي للدراعات، عندي في تمرين البايسبس انا برجع كتفي لورا وبيبقى في ايدي الوزن الاوزان بتاعتي او حتى فري ويت او فري ويت او بايدي، بس بتبقى بالاوزان بتبقى افكت اكتر. أوكي. وان انا بشتغل بايسبس، ان انا بخلي الشولدر ورا، ان انا دراعي بس فورم ارم هو اللي بيطلع وبينزل. أوكي. تمام. حلو. مبفضلش رايح جاي. Done. تمام. ممكن تمرينه تانية لو انا عايزه تراي، ودي مشاكل عند بنات كتير، الترايسبس من هنا اللي هي بتبقى ممكن تبقى مرهرطه شويه بالظبط كده، برضو شولدر باك، وبتبقى الدمبل في ايدي وبعمل سبورت للعضله نفسها بالظبط، وبنزل بالراحه ده لفوق بالظبط كده وبطلع بيها. تمرينات الشولدر نفس القصه، ببقى راجع بكتفي لورا وده الشولدر بريس، بطلع وبنزل تاني بالشولدر بريس بالظبط زاويه 90، الشولدر قدام عندي بطلع من هنا. في ناس كتير بتبقى فارده دراعها، ودي بشوفها كتير في الجيم، وبرده رايحين جايين. الصح بتاعها ان انا بخلي السوفت قلب، ما بلاش دايما خلي المفاصل صافت، يعني بلاش التشنيجه اللي احنا بنقفلها، بلاش يعني يعني احنا عندنا في لغه الرياضه دي بتبقى اسمع لك، ما بعملش لوك في المفصل، بسيب لا بخليه صافت. برضو نفس الفكره في الركبه، لما هنيجي لتمرينات الركبه يعني معظم الناس بتبقى ما تبقاش فارد، بخلي الني صافت حتى وانا واقف بتمرن، لان ده مفصل ما بقاش اخليه مفرود، يعني اسيب له جاب عشان اعرف اتمرن، اعرف اتحرك فيه. ففي الشولدر فرونت بطلع بس فرونت اوف يور فيس وبنزل تاني، وبيبقى الالبو سوفت. طب خليني بقى اقول سمري كده للي انت قلتيه، لان احنا ما بنتكلمش بس غير على الابر بادي دلوقتي، وبعد كده في حلقه تانية بقى نتكلم. تمام. دلوقتي شيماء سامي بتقول ان احنا علشان نتمرن صح نسخن في مكاننا، نعمل استرتشات سريعه، نحافظ على النفس كويس جدا، لو هنطول شويه يبقى في ايدينا ازازه ميه، ولو هنعمل تمارين صح. خلينا نتكلم على اللي فوق، قولي لي كنت صح ولا غلط. اول حاجه نرجع الكتف، برجع شولدر باك وبتمرن العضله اللي انا بمرنها هي اللي بتتحرك معايا، هي اللي بتتحرك، بلاش اعمل بالظبط كده، بلاش رايح جاي بجسمي، ركبي ببقى واقف واقفه سوفت مني عشان ابقى واقف مرتاح شويه، ما اعملش لوك مره واحده، بلاش نشنج العضلات بتاعتنا بالظبط كده، ما بعملش لوك مره واحده في الدراع، لما باجي اخد حتى الوزن بشتغل ما نزلهوش مره واحده، افضل يعني اتعود دايما ان انا ارفع ايدي واشتغل صح وانزل، فبنزل تاني بالراحه. بلاش اللي هو بلاش فجاه العشوائيه او اجي اما بوطي، لما بوطي باخد بجراب الويت عامه، دي اكبر خطر. المفروض انا بنزل بجسمي كله، باخد وزني وبقوم اشتغل بيه، وبعد كده بنزل احطه، ما بعملش كده. هايل شيماء سامي، تمام، بجد شرفتيني وقلتي حاجات سريعه جدا، بس حاجات فعلا من الاخر وتو ذا بوينت. هتبقي معانا في فقرات تانية ان شاء الله باذن الله في شارع النهار. شرفتيني يا شيماء، استنوني بقى الفقره الجايه وهنعمل لكم حاجات حلوه جدا جدا، استنوني. خلاص راحت علينا كلمة بنسمعها من ناس كتيرة جدا جدا، شباب بيبقوا محبطين، عندهم يأس، ما عندهمش تفاؤل، أو ناس كبيرة جدا جدا يقولك يعني بعد ما شاب ودوك كتاب. النهاردة نشرفني ومنورني في الحلقة، ازاي حضرتك؟ قبل بس بقول اسمك وكده، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. مدام نجوى غراب، اهلا وسهلا، ميرسي، اخبارك ايه؟ كتبت. ومشرفني كمان حفيد حضرتك، حفيد يا حبيب قلبي. ممدوح اشرف، ازيك عامل ايه؟ انا اتعلمت ان في سؤالين ما اسالهمش. اتفضل.
اسال سيده عمرك قد ايه؟ ايوه. واسال حد دخله قد ايه؟ فاحنا مش هنسال عن الدخل. لا انا هسيبك انت بس تقولي سن حضرتك. انا؟ انا مواليد 1 يناير سنه 43. 43؟ يعني معنى ذلك ان 76 سنه وقربت على 77 كده بعد كام شهر قريب ان شاء الله. لا هو ربنا يديكي طول العمر. هو الحلو اللي في الموضوع ان حضرتك نفس البرج بتاعي، برج الجدي. والله انت برج ايه؟ جدي. وانا كمان. ايوه ده انا خلاص بقى خلاص. انت هتوحشنا بقى، سيبنا احنا نتكلم مع بعض. اتفضل. انا عايزك تقولي لي قولي لي الاول، انا عايز حضرتك اللي تقولي للناس حضرتك. أيوة. انجازك كان في ايه؟ احنا طبعا انا طبعا عارف ماشي. ان كل الميداليات اللي موجوده دي ماشي. كلها ولسه طبعا هتكلمينا عنها ليها علاقه بالسباحه، بس انا عايز حضرتك تقولي للناس اكتر بالبشاشه اللي في وش حضرتك ماشي. والله العظيم شتفكر. وبالتفاؤل ده كله قولي للناس حضرتك عملتي ايه وصلتي له ازاي، وانا بعد كده هتكلم معاكي. حفيدي اولا طبعا انا كنت منتظره سن 60 سنه ده بفارغ الصبر. كنت حابه تشتغلي قبل كده؟ طبعا كنت بشتغل على 33 سنه مدرسه لغه فرنساوي في مدرسه اسمها كليه السلام. اوكي. وكان عشقي طبعا الطلبه والطالبات بتوعي، عمري ما انساهم في حياتي ابدا. ويشرفني ان كانت تلمسي معالي الوزيره هاله حلمي سعيد. هايل. شرف كبير ليا. قعدت الفتره دي كلها وانا اصلا كنت بطل الجمهوريه وانا صغيره. اوكي. مستنيه 60 سنه ده ما اقولكش يا باشمهندس قد ايه. عايزه ابتدي ارجع للنشاط بتاعي اللي انا كنت فيه في خلال اما كنت في العمومي في السباحه. اوكي. وبعدين كان نفسي امثل بلدي في الخارج، ارفع علم بلدي مصر في الخارج. كان امنيه حياتي من وانا سني 14 سنه وحققتها. وحققتيها بعد ما قررتي؟ بعد سن 60. تحديت ازاي؟ اصل ده انا بشوف ان اللي عنده اراده يا فندم، اللي عنده اراده حضرتك قويه اللي ربنا الحمد لله انعمني بيها اراده وكمان ايجابيه في الحياه، انا ما بشوفش حاجه وحشه خالص. لو انا قعدت مثلا في مجتمع عمر ما عيني بتيجي على حاجه وحشه، حاجه يعني ربنا اداها لي، بشوف الحاجه اللي قدامي كلها حلوه. تفاؤل. اه تفاؤل. تفاؤل وايجابيه، حتى لو كان في حاجه مش كويسه ما بتلفتش نظري نهائي. فكان عندي هذا الامل من وانا سني 14 سنه وحققته، لان المراه المصريه لا يستهان بها يا فندم، وانا امراه مصريه 100%. يا سلام. ده صحيح. طب انا بقى عايز اجي لك انت، انت بالك بس كده، ده انت مكسوف كده وبره تطلع. بالعكس. لا ده حبيبي. بقول لك ايه، اتعلمت ايه من طبعا من جدتك نموذج مشرف. ايه الحاجه اللي فيك، ايه الحاجه اللي فيك اللي انت كنت اسيوم مثلا، اسيوم ان انا كنت بني ادم، انت بتقول يعني ان انا كنت بني ادم كنت بشوف الدنيا خلاص ده خلص، مش هكرره تاني، مش هعمله تاني. فلما شفت جدتك قلت بقى ايه، يلا لا ده هي يعني في مثابره وفي مصابره وفي توكل وفي اراده. ايه الحاجه اللي انت بجد، مش بتكلم من وانت صغير وتعلمتها، لان هي اكيد بتعلمك من وانت صغير، بس بتكلم ان بعد ما فعلا مثلت مصر في البطولات الرهيبه وكل الميداليات دي قلت لا انا في حاجه اتغيرت فيا. بس خليني اقول لك، هو جدتي اخذتها معانا احنا كعيله واحفاد ستيب باي ستيب. يعني زي ما انت قلت، هو الناس تطلع على المعاش بيبقى الاتجاه العرف اللي احنا عارفينه بقى، بتريح بقى بتقضي خلاص. الصيف بتاعك في اسكندريه كله وقتك، عندك وقت فراغ. هي ابتدت في الاول بتخش البطولات المحليه، نادي الجزيره، نادي هليوبلس، وكنا احنا بنروح طبعا فيرست لاين قاعدين بنشجع كده على الصف الاول. ايوه يلا بالظبط. وده كان بالنسبه لنا، يعني انا كان في تخيلي ان هي ذات واز ات، هي هنقف على شويه بطولات محليه ناخد شويه ميداليات الموضوع. طب معلش انا اسف، هي قبل ما تبدا البطولات انت تخيلت يعني خلاص ليه اصلا ايه اللي هيدخلك، ولا كنت عارف ان هي قدها وقدود؟ بصراحه بص انا هقول، لا انا عارف ان هي قدها وقدود، لان من وهي صغيره يعني انا كانت بدايه ذاكرتي مع جدتي كانت لما كنت بروح البيت عندها. بتقول لها ايه؟ ننو. ننو. قول ننو. بدايه ذاكرتي مع ننو لما كنت بروح البيت كانت هي بتدي كلاسز فرنش. اوكي. هي صوتها واضح اوكي وفيري فيرم، فطبعا كانت بتنده عليا اخش في وسط بقى 20 واحد وواحده، ده حفيدي طبعا
كاسفه رهيبه، اسلم عليهم كلهم انا ما اعرفهمش. وبعد كده قلت خلاص بقى ده لوحده مجهد، يعني انت ما تقعد تدرس 30 years plus الموضوع مجهد، يعني فوق ال 30 سنه بيبقى الموضوع مجهد جدا، والصوت ساعات بيتعب وكده. لما ابتدت بقى البطولات الدوليه اتخضينا بصراحه، انا اتخضيت يعني. يعني قلت طبعا كنت مبسوط ان هي عرفت توصل نفسها بنفسها للمرحله دي، يعني دي حاجه صعبه طبعا. فكره ان انا اشيل عدد، اشيل الرقم بتاع سني دوت واتعامل كاني بني ادم باكل كويس بصحى اتمرن، هي لغت القواعد او الرولز اللي الناس الطبيعيه بتتعامل بيها. انا سني كبير، انا عايز اريح، انا تعبت. فلما ابتدت من الصفر يعني خليتني انا ابدا رياضه انا صح يعني. لا ده انا عايز اقول لك على حاجه، وانا مش باكزاجريت، انا بعد الفقره دي انا كل حاجه انا كنت بفكر ان هو ليه، لا انا هقوم اعملها علشان حضرتك نموذج لينا كلنا. معانا صور، معانا صور عايزين نتفرج عليها ونشوفها. صور نازله ولا ايه؟ اهي دي في بطوله العالم دي. احكي لنا بقى عن الصور دي حضرتك. من 15 يوم تقريبا. أوكي. ده في كوريا الجنوبيه. أوكي. بيكرموا السكس توب بنطلع على المنصه. انا كنت رقم 5 ومعايا علم مصر على طول، المصريه المصريه العربيه الافريقيه الوحيده. شايف وعلم مصر ما بيسيبش ايدي طبعا، لان انا طالعه علشانه. صوره مؤثره. انا هنا لقيت ما كانش عندهم شوكولا هناك خالص، فقلت الله طيب ما انا عندي حاجه احلى من الشوكولا، رحت حطيت الميداليه باكلها. قلت لها طعمها احلى من الشوكولا بكتير طبعا، طعم النجاح. علم مصر ما بيسيبنيش، اللي جنبي سويدية واللي جنبها ألمانية، وأنا المصرية رقم 5 عالميا، وده كله كان ما فيش من 15 يوم. البطولة رقم 6 العالمية اللي دخلتها في حياتي. أنا مبسوطة قوي إن حضرتك كمان لما بتيجي تتكلمي عن مصر وما بتيجي تتكلمي كده النبرة بتاعت الصوت بتحس إن هي يعني لا إحنا جامدين قوي يعني. طبعا. أنا ما بسيبش العالم وأنا لا طبعا، أما أنا مصرية يا فندم، أمال إيه؟ أنا مصرية وما عنديش أي جنسية أخرى. دي نمرة واحد. نمرة اتنين بتدرب كله في مصر، عمري ما خرجت خارج مصر أتدرب عالميا بجد. والأهم من كده إن كل مدربيني مصريين، وأفتخر بكده، أفتخر بكده. أحسن المدربين وأقيامهم وأقدرهم اللي وصلوني للعالمية مصريين. المدربين كانوا بيتعاملوا مع حضرتك إزاي؟ لا انا بسمع كلامهم من الانف. اصلا يعني ما اقولكش ما بفتحش بقي. يعني من ضمن خلينا نقول الوصفات اللي تخلي بني ادم ناجح مهما كبر في السن، ان برضه يسمع مهما طبعًا. كان حد، لان هو الحد ده واكيد بيجايد هيم ان هو يبقى احسن من كده. انا مش تخصصي التدريب يا فندم، انا تخصصي السباحه، وكان عندي مدرب، تسمح اقول اسمه؟ طبعا طبعا. الدكتور احمد الاجي ده استاذ السباحه في مصر، ربنا يشفيك يا دكتور احمد، ان هو حاليا مريض، وربنا يشفيك وترجع لنا في احسن صحه باذن الله. لولا انا ما كنتش عملت حاجه. سبحان الله. وهو في حاله مرض جامده لغايه اخر لحظه، وانا في كوريا كل يوم يبعت لي التمرين بتاعي، وكل يوم يطمئن عليا، ولازم اكلمه واقول له عملت ايه. استاذ كبير جدا ما شاء الله، تم يعني اقول ايه، اتمنى ليك الشفاء العاجل يا دكتور احمد الاجي. يا رب. لو في واحده بتتفرج علينا. أيوة. وهي في قمه الاحباط. ايوه. اوكي. أيوة. وهي دلوقتي واحده قاعده بتقول خلاص يعني انا مش قادره اعمل حاجه، انا مش هقدر اعمل ايه، تقولي لها نصيحه ايه؟ ايه حاجه الموتيفيشن اللي تقدري تقولي لها قومي اعملي ده؟ والله هقول لحضرتك، يعني طبعا في ناس كتير قابلتني الحمد لله طبعًا. يعني بدات طبعا في تشجيع جامد جدا جدا من المجتمع المصري. فعمري ما انسى يوم كنت في البنك ماشي، فداخله فوجدت واحده ست كبيره شويه كده وحضرتني وبستني. قلت لها يا فندم حضرتك مين؟ قالت لي انا مش مهم مين، انا شفتك في التلفزيون وكنت مريضه. والله العظيم يا فندم كنت مريضه، وكان المرض وهم راكبني من اولي لاخري. وهم وهم وهم. فلما شفتك نزلت ولا حسيت ان في حاجه كانت عندي بعد كده. اما شفتك في البنك جايه اشكرك. قلت لها واحمد ربنا ان انا كنت اداه من الادوات اللي خليتك تقومي من السرير يا حبيبتي.
دي من اكتر الحاجات اللي احنا لازم نقول فيها للناس، انه في ناس كتيره جدا بتبقى تحت انطباع ان هم خاصه كبار السن، ان هو انا كبرت انا مش قادر، انا كبرت في السن بقى محدش يقول لي انزل واطلع وكده. على فكره هو 3/4 الافكار اللي بتكلنا افكار سلبيه وهي عباره عن وهم. ممدوح هسالك سؤال، اتفضل. ايه اكتر تعليق انت سمعته حسيت انه انا فخور قوي، يعني انا فخور قوي، حاجه كده انت سمعتها يمكن تبقى انت قاعد في وسط اصحابك وحد جاب سيره جدتك وننو، حد جاب سيره ننو وانت قاعد وتشرفت قوي قوي. هو احكي لنا على مواقف. يعني هو المواقف بتبدا ان هو بيندهشوا ان هي جدتي اولا اصلا، اللي هو طب انت فين بقى، يعني انت ليه ما بتعملش اللي ننو بتعمله. من اول الطلبه بتوعها اللي انا بقابلها بقى، بروح معاها بطولات في النوادي وبتاع، فبقابل طلاب كانوا بيدرسوا عندها. مفيش حد عمره اداني يعني قال لي انت لازم تبقى فخور ان دي جدتك، وده حقيقي. انا فخور بيها جدا. انا عايز اقول لكم من كتر ما الفقره عجباني، انا ليا فقره اسمها فقره الوصفات الطبيعيه. ايوه انا مش هعملها، وهنطلع فاصل وهنرجع علشان حضرتك تقول لنا على الميداليات وتقول لنا على الحاجات التانيه. استنونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم الفاصل. عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضل. لكل حد برضو بيتفرج علينا، هل الرياضه او هل طموح، خليني بقى اوقف الرياضه، هل الطموح كان ممكن يبقى عقبه في حياه الست مع اولادها في بيتها في اسرتها؟ في ناس كتيره جدا، او ممكن نتكلم بقى الرجاله، ممكن نقول لهم، ممكن يبقى في رجاله بتعمل انسكيورتي عند السيدات او يقولوا لهم ايه ده كده هيجي على بيتك هيجي على اولادك. عايزك ما تقوليش حاجة بقى للسيدات، عايزك تقولي حاجة للرجالة. والله أنا عايزة أقول لحضراتكم كلكم إن راحة المرأة والزوجة فوق كل شيء، وهي اللي هتوصل حياتك للسعادة أو للتعاسة، هي اللي هتوصل ولادك لأنهم يبقوا ناس يعني أسوية سويين، يقولوا إزاي يعني عاديين متزنين، هي الأصل في كل شيء. فلازم سيادتك تبقى مراعيها في كل حاجة طبعا، علشان توصل بالعيلة بتاعتك لأحسن عيلة متواجدة. هسألك نفس السؤال بس بطريقة تانية، تقول إيه للأحفاد اللي جدتهم بتبقى في طبعا اجداد كتيره جدا، يعني انا مثلا جدتي ماما دودو كانت دايما تنزل وتروح وتجيب الحاجه وتعمل وكده، كنت اقول لها اعملي اكتر، الحركه بركه اعملي اكتر. في بعض من الاحفاد اللي يقول لك ايه خلاص جدتي بتقعد بتطبخ لنا الاكله الحلوه، مش بيشجعوهم. انت بتقول للناس دي ايه؟ لا شجعوهم. الوقت يعني الوقت بعد المعاش بيبقى كتير، لو هما الجدود بيعملوا حاجة يبقى سبورت 24 ساعة، يعني تنزل تبقى متواجد، تبقى بتتابع، تبقى بتعمل شير على فيسبوك، بتبقى بتخش تعمل كومنتس لايك، فانت بتدعم. لو هي ما بتعملش الوقت هيسمح لها ان هي تعمل، فساعدوها ان هي تلاقي حاجة هي بتحبها. طبعا انا معاك 100%. مدام نجوى غراب انت مشرفاني ومنوراني، وانا يعني انت نموذج ليا، ان انا والله العظيم انت نموذج ليا ولكل الناس، ان هم يفضلوا يعملوا كل حاجه بشكل كويس وبشكل صح. انا في اوقات كتيره جدا بشوف انه انا بيبقى عندي احباط وبيبقى عندي يأس وبيبقى مش قادر اعمل حاجه. اكيد تروح حضرتك للناس دي كلها، للشباب الصغير، حضرتك طبعًا. قلتي حاجه في اللينك الاولاني للسيدات اللي هو قوموا اعملوا، قلتي طبعًا. حاجه للرجاله، قولي لنا حاجه للشباب الصغير. والله للشباب الصغير انا فخوره بيكم وعندي امل كبير جدا جدا جدا، بس في ناس كده قاعده ما بتعملش حاجه يا مدام مالك. ليه ده؟ هو ده علاج يعني يا اولاد انس وكل اصل. خلي بال حضرتك الرياضه ده هي علاج صحي ونفسي للبني ادم، فانتوا لازم تنسوا كل حاجه بتنسوا كل حاجه وانتوا بتعملوا رياضه. يعني مثلا انا وجدتك، انا 76 سنه اهو، اما بنزل البيسين ها مثلا عندي صداع ولا دراعاتي بتوجعني، كل ده بيروح لان كل ده بيبقى واخد مساحه اكتر من اللازم. فلما بتنزل والواحد بيحرك نفسه كده بينسى كل الكلام ده، بيروح. حاجه غريبه
والله العظيم كلامي صادق. زي 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 السيده جدتي او جده ناس كتيره جدا اما بتقوم وبتبقى قاعده تعبانه وبتبتدي تنظف الشقه وبتبتدي تعمل أيوه. حاجات بتحس خلاص ان التعب منها راح. طبعا طبعا دي ناحيه نفسيه حضرتك اسال فيها حتى دكتور. لا انا من غير ما اسال بحضرتك خلاص الخبره كلها معايا. الله يخليك يا فندم. انا بشكر حضرتك جدا 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 وانا بشكرك جدا شرفتوني ونورتوني واديتونا كده امل في الحياه. ماشي واشكر طبعا البرنامج بتاع سيادتك على فكره تحفه جميل جدا. ايه رايك والله. شارع النهار ده الشارع يدخل كل بيت مصري. عايز اقول شكر لسياده رئيس الجمهوريه اللي هو دعم الرياضه يا فندم سيادتك يعني فاهم كل حاجه دعم الرياضه فخلى الناس تقوم وتتحرك عشان تبعد عنها كل ما هو سلبي في مخها. ولسه وان شاء الله اكتر كمان. استنونا في الفقره اللي جايه حلقه كلها تفاؤل وامل. استنونا يعني عايز اقول لكم ان الفقره اجواءها كانت تحفه قبل ما نبداها معايا حياه وخلود. بدات في حياه الاول عشان حياه عندها 8 سنين وهي بقى بنت كده زي القمر زي ما انتم شايفين هتطبل معانا ازيك يا حياه؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا خلود؟ انا عايز اقول لكم ان انا حسيت ان انا عايز اعمل فرح والله العظيم من اول ما بداتوا مع هيكلمونا على الطبله. هي اله مبهجه واله كده لذيذه جدا. قولي لنا بتعملي ايه وبداتي ازاي وقولي لنا على كل حاجه. انت احنا تعبين جايبينك من اسكندريه اصلا. لا طبعا لا انا الطبله بالنسبه لي يعني انا اصلا بحب المزيكا من زمان وكنت بعزف اصلا عود وكده فبس نفسي العب طبله جدا فحضرت حفله الاستاذ سعيد الارتست اوكي ففي اسكندريه في اوبرا اسكندريه. انا عارف ان هو اثر فيكي جدا جدا ها. لا يعني هو بالنسبه لي هو الطبله ها. فحضرت الحفله فاتجننت من الجو ومن انا طالعه بني ادمه ثانيه نفسيا وكل حاجه وفرحه وبهجه شايفه شكل البنات وراه في بنات بتطبل يعني اول مره اشوف بنات بتطبل فطبعا حاجه كانت حلوه قوي فعرفت ان هو بيدرس في الاوبرا وكده على طول بعد الحفله بيومين كنت حضرت معاه وابتديت بقى المشوار. وقعدتي قد ايه علشان تبقي بروفيشنال؟ لا يعني انا بقالي تقريبا سنه ونص مع الاستاذ سعيد. سنه ونص وقدرتي ان انت تعملي الحمد لله. واختيارك لحياه بقى هي اللي اختارت بقى ايه بقى احكي لي. لا انت اللي هتحكي لي. ازيك يا حياه؟ الحمد لله. عامله ايه؟ قولي لي انت اول ما شفتي بقى ماما بتعمل ماسكه الطبله وبتطبل انت حسيتي ايه وعايزه تعملي ايه؟ انا بقى لما شفتها انا كنت معجبه بالطبله دي فانا لقيتها بتعمل حاجه كده سولو فانا جربت اعمله لقيتني بعمل ماما شافتني هي بتعمله كانت مخضوضه انت جربتي تعملي لوحدك؟ لوحدك كده وهي وبعد كده انت اتخضيتي اول ما شفتيها طبعا وكانت ايه بقى؟ لا لا انا اتفاجئت انا ما قلتلهاش مثلا امسكي الطبله بالعكس كنت بقولها ما تمسكيش الطبله اصلا فلقيتها لا بتلعب لوحدها. طب كملي ايه اكتر حاجه ماما عملتها حسيتي ان هي حلوه قوي وانا عايزه اعمل زيها بالظبط؟ هو كده يعني حاجه كده. لا دي داخله سخنه. لا دي اول حاجه كنت متعلمها منها بقى. طب ما تيجوا تعملوا لنا انتوا الاثنين حاجه مع بعض كده؟ طيب ماشي ممكن لو كده حياه تبدا كده وهبقى معاها. يلا يا حياه ابداي. عايز تبداي بايه؟ حاجه اسمها حجاله استاذ سعيد الدهاني. يلا. لا وشايفه الثقه بتاعتها وهي انا احب ابدا. يلا بينا.
لا انا عايزه شايفه الثقه اللي هي فيها وهي بقى لسه بتعمل ايديها كده وبتاع. حلو جدا يا حياه، ايه الجمال ده؟ اصحابك بتطبلي لاصحابك وكده؟ وبيقولوا لك ايه؟ اني اطبل حلو، وانا برضو عندي حفلات في المدرسه برضو. والله العظيم انت يعني زي السكر. خلود عايز اسالك سؤال، ايه فرق ما بين ان ست هي اللي تطبل وراجل هو اللي يطبل؟ مفيش فرق خالص. دي موهبه من عند ربنا. اوكي، ما بيبقاش مثلا ممكن تبقى الستات يعني سنسيتيف اكتر، ايموشنال اكتر، فحاسين بالبيت اكتر، ولا الاثنين واحد؟ لا لا خالص، ما هو دي ده احساس عند البني ادم، ما بني ادم راجل او ست هو بني ادم، فدي لا هي بتبقى موهبه من عند ربنا فمالهاش علاقه بقى. طب يعني ايه اكتر كومنت استفزك في موضوع الطبله ده؟ لان انت ست ومصريه ويعني خليني اقول بتسام اكستنت كده ان في بعض الناس ست وبتطبل ومش عارف ايه بالزبط. ايه اكتر حاجه ممكن تستفزك كومنت ليه علاقه بالموضوع ده ورديتي قلتي ايه وتقولي للناس ايه حاجتي؟ يعني خلينا نمشي واحده واحده. قولي ايه اكتر حاجه مستفزه؟ ان الطبله رجالي، ان عيب ازاي بنت تطبل؟ طب هي الطبله ليه رجالي؟ دي هي طبله، هي بنت اصلا، فليه عيب الطبله؟ الطبله مش رجال، فيش اله موسيقيه رجالي. لا ومفيش آلة موسيقية عيب، يعني إيه العيب؟ مفيش آلة موسيقية، ما زيها زي العود، زي الكمانجا، زي الجيتار، زي البيانو، آلة موسيقية. بالعكس ده هي الأساس أصلا، الإيقاع ده أصلا هو الأساس، إيقاع ثم نغم يعني، فلا ده هو الأساس، فليه عيب؟ لا مش عيب، أنا بعملش حاجة غلط، ما بأذيش حد، بالعكس أنا بعمل حاجة تبسطني وتبسط الناس، يعني فيما بعد إن أنا بعد أتعلم وكده، طب أنا ببسط الناس، بدي سعادة. صح صح، فليه عيب؟ طب كلميني على مشاريعك اللي قدام، انت بتعملي ايه؟ يعني الطبله دي هل ده خلاص انت بتعملي حفلات؟ انت عندك حاجات بتعمليها في دماغك؟ ناويه على ايه؟ ناويه تتعلمي الات تانية؟ اشرحي لي اكتر. ايوه لا انا مش ناويه اتعلم الات تانية، انا خلاص كده تمام. بس لا انا بشارك في حفلات مع استاذ سعيد طبعا. اوكي. في الاوبرا، في معهد الموسيقى العربيه، سافرنا باريس. حلو. عملنا حفلات هناك، شاركت معاه، فهو ده دلوقتي كل اللي شاغل بالي او كل اللي انا بعمله، ان انا بشارك في حفلات مع استاذ سعيد الارتست طبعا. وفيما بعد كده يبقى شغلي بقى الخاص، يعني ان انا بتشتغلي في شغلك الخاص العادي. خلاص بقى شغل الخاص بتاعي. طب حقيقة عايز اقول لك على حاجه، ايه اكتر حاجه استفدتي منها في موضوع الطبله ده؟ يعني ايه بتحسي بايه؟ يعني ايه اكتر حاجه بتبسطك؟ الطبله اكتر حاجه بتبسطني انها يعني كل ما العبها بتخليني نشيطه، فعشان كده بحب العبها، وعشان هي صوتها بتكون جميل وانا بحبها. حلو قوي حلو قوي. طب بقول لكم احنا معانا 3 دقايق تمام، فسمعونا بقى حاجه تانية كده وبعد كده نسال سؤال ونختم. خلاص اوكي. سلام.
خلود وحياه، انتوا اكتر دليل انه اي حد يعوز يعمل اي حاجه يعملها، مش الطبله هي اله. تقولي ايه لكل ام بنتها جايه بتقول لها حاجه تكاد تكون العادات والتقاليد بتقول انه ما ينفعش؟ علشان نختم بقى، لا، طالما في موهبه قدامك اوعي تكبتيها، اوعي، لان دي حاجه ربنا رزقها بيها، ميزها بيها عن حد تاني. مش كل الناس عندهم الموهبه دي، مش في المزيكا بس، في رسم، في اي حاجه، تمثيل، غنى. فلا، خلي نمي الموهبه دي عشان تطلع هي شخصيتها، ما تحددلهاش انت شخصيتها. لا، احلى حاجه المزيكا واحلى حاجه الفن اصلا. خلود انت شرفتيني، ربنا يخليك، بجد والله انت شرفتيني، وحياه انت شرفتيني.